السلام عليكم، معكم الأستاذ كريم عديل، دكتور الدولة في الحقوق ومحامي بهيئة الدار البيضاء. سنتطرق إلى ملف المغرب ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. فالقرار اللي اتخذه الاتحاد الإفريقي هو قرار تعسفي ولا يستند على أي أساس قانوني، إذ كان عليه أن يمنح لدولة أخرى تنظيم كأس إفريقيا للأمم، ولا يتخذ في حق المغرب عقوبات عدم المشاركة في كأس إفريقيا 2017 و2019. المغرب قد طبق تعليمات ديال منظمة الصحة العالمية خوفا على سلامة مواطني المغاربة والأفارقة، وكان على المغرب بالفعل اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية بلوزان، وفي نظري وأظن أنه لديه كل الفرص لكي يربح هذا الملف، وبإلغاء هذا القرار التعسفي اللي اتخذته لاكاف. ومن ناحية الاجتهاد أذكر أن ليبيا كانت طلبات لتأجيل أو منح كأس إفريقيا للأمم لدولة أخرى، والاتحاد الإفريقي قد منحها لدولة أخرى بدون اتخاذ أي عقوبة. ثم من ناحية الأجال، أظن أن هذه القضية قضية قارية وتهم كرة القدم الإفريقية والعالمية، وأظن أن التاس ستتخذ أو تصدر الحكم حكمها في أقرب الأجال.